الفنان الموهوب النجم كمال أبو ريا. مبروك يا نسرين، متألقة دائما. تعويذة محبة. مساء الخير. أنا سعيدة أولا بهذا الجمع اللي فيه وشوش بحبها جدا، مش عارفة أبص فين ولا فين. صاحبة الوجه الباسم دائما، سفيرة السياحة الرائعة الجميلة بوسي شلبي. والجايزة دي كأحسن مذيعة. الأستاذ المسرحي العظيم، وعلى فكرة في مسرحي بس وفي تلفزيون وسينما، الأستاذ محمود الطوخي. أنا بقدم لكم نجمة جميلة رائعة بشوشة تتقن كل ما يقدم إليها من أدوار. النجمة وفاء سالم. وفاء